السلام عليكم شيراج، جيسبر كاع راكم غايه وفي صحه جيده ان شاء الله. اليوم جيتكم فيديو جديده كما راكم تشوفوا، غادي نديروا فيها هذا البريوش. شوفوا يجي وصفه ناجحه 100% ويجيكم بريوش خفيف ريشه. نروحوا مباشره الى طريقه التحضير باش ما نطولش عليكم. غادي نديروا كاس تاع حليب يكون دافي، الكاس ديال فد 250 ملل، زدت عليه ملعقه كبيره تاع سكر وملعقه كبيره تاع خميره، نخلطهم مليح حتى يتجانسوا ونضيف عليهم الحبه تاع البيض حبه كامله، ونزيدوا مبشور تاع الليمون، ولا ما كاش متواجد مبشور ليمون ولا تقدروا ديروا غير لافاني، ونزيد 4 ملاعق زيت ونخلطهم مليح ونضيفوا نصف ملعقه تاع الملح هكا ونخلطهم مليح. من بعد نبدا نضيف الفرينه. شوفوا هنا الفرينه انا راني دايره 3 كيسان بصح ما غاديش ندير كاع 3، غادي نبدا ندير الكاس الاول والكاس الثاني وندير عليهم ملعقه صغيره تاع خميره حلويات ونخلطهم. هذه المرحله تقدروا تستعملوا يديكم، ما تستعملوش الفوي، غير انا استعملت الفوي باسكو هذه العجينه غادي تجي تتلاصق بزاف. تخلطوهم دوك، هنا غادي نستعمل يدي. الكاس الثالث نبداو نزيدو فيه تدريجيا باسكو هذه العجينه شوفوا ما غاديش تجي ملمومه زعما نقولوا قاصحه ولا لا، غادي تكون تتلاصق. نزيدو غير بشويه باش ما هكا ونلموها. غادي نزيد شويه هاي لهنا. بعد شوفوا بعد ما تلمت تحصلوا على هذه القوام تقعد عجينه تتلاصق. دوك نقول لكم شحال دات لي الفرينه هنايا، شوفوا تقعدوا تخبطوها كيما هكا هكا، ايسيو تخبطوها كيما هكا. مادامكم ديروا كيما هكا مادام البريوش تاعنا غادي يجينا خفيف. تقعدوا ديروا هذه العمليه حوالي 10 دقائق هكا، حوالي 10 دقائق. واللي عندها البيتخا مادا بها دير بالبيتخا باسكو غادي تعيب يديك كيما هكا. تخبطوها تخبطوها هذه العمليه تجي يجينا بها البريوش خفيف، يجي خفيف ما يجيش معجن. وهي لهنا تحصلوا على عجينه كيما هكا تقعد تتلاصق كيما هكا. وهنايا هول الكاس تاع الفرينه، شوفوا انا الكاس الثالث انا ديت منه ربع، صافي ديت لي زوج كيسان وربع تاع فرينه. وانتم قادرين تدو اكثر قادرين تدو اقل على حسب النوعيه تاع الفرينه اللي تكون عندكم. المهم العجينه تولي رطبه بصح تكون تتلاصق. هنا جبت بول واحد اخر دهنته بالزيت وغادي نحط العجينه. شوفوا هنا ما يشبالكم تتلاصق باسكو انا يدي راه فيهم الزيت، بصح كو يدي راه كيما كانوا في وسط العجينه ولا تقعد تتلاصق. خاما نتوما تحسبوها تتلاصق تقعدوا تزيدوا في الفرينه ولا لا. شوفوا ماكسيموم غادي تدي علي تدي لكم زوج كيسان ونص تاع فرينه، هذا لو ماكسيموم. وهنا غادي نغطيها بكيس بلاستيكي ونخليها حتى يتضاعف الحجم تاعها. وهي لهنا بعد ما تضاعف الحجم تاعها غادي نسيي نخرج منها هذوك لي غاز ونحطها فوق بلون دو طرافاي بعد ما رشيته بالفرينه، وغادي نحلها بالورق على شكل مستطيل، نحلها رقيقه كما راكم تشوفون نحلها رقيقه. هنا بعد ما حليتها غادي نجيب ملعقه كبيره تاع مارغارين وبالظهر تاع الملعقه غادي نقعد نحط ديك المارغارين نقسين مزدحة على كامل المساحه كما راكم تشوفوا. بعد ما غادي نوزعها نبدا نطلي فيها كيما هاكا بهذه الطريقه. وهنايا بعد ما نكمل كاع ندهنها غادي نبدا نروليها، روليها بهذه الطريقه. اسيو ديروا كاع
تلوها بشكل متساوي، تلوها كاع كيما هكا. انا راني نسرح في الفيديو باش ما يجيكمش طويل. وهنا غلقت هذيك الجهه وين ما كملت الاسيو ندخلوها، وهنايا غادي نزيد نطويها بهذه الطريقه بهذا الشكل، وخلوها ترتاح لمده 15 دقيقه. وهي هنايا بعد ما خليناها ارتاحت غادي نعاود نحلها كما حليناها في الطريقه الاولى على شكل مستطيل هكا. هنا نسيت باش ندير الفرينه باسكو العجينه غادي تقعد تتلاصق. وهنا بعد ما حليتها شوفوا غادي نديروا نفس الطريقه كما درناها مع المارغارين، كما درنا حليناها ودهناها بالمارغارين، هنا غادي نحلوها ونديروا لها الشوكولا هذه تاع الطلي كما راكم تشوفوا، ونعاودوا نرولوها. وهنايا غادي نبدا نروليها، قلت لكم كيما درت الطريقه تاع مع المارغارين غادي ندير هنايا مع هذه الشوكولاته تاع الطل. وهنا بعد ما روليتها كاع غادي نسيي نقلبها على الجهه التحتانيه، نبلعها هنايا مليح ونقلبها على الجهه التحتانيه ونسقد الحربوش تاعي مليح. وبعد ما نسقمه غادي نقسمها الى قطع متساويه كما راكم تشوفوا، غادي نقسمها كيما هكا. وهنا بعد ما قسمتها درتها في صينيه، وغادي نجيب كيس بلاستيكي وغادي نبدا نطبز هكا، نطبزهم هادو مش عارفه يقولوا نطبزهم ولا مش عارف، المهم غادي حنا نقولوها هكا نطبزهم. انا درت كيس بلاستيكي غير باش ما الشوكولا ما تلصقليش في يدي هذا مكان باسكو راه الحمان وراهي دايبه. وهنايا خليتهم شوفوا هنا من بعد ما طبستهم خليتهم يرتاحوا المره الثانيه حتى تضاعف الحجم تاعهم. وبعد ما تضاعف الحجم تاعهم جبت حبه تاع بيض درت عليها نكهه تاع قطرات من نكهه تاع كراميل، وانتم ديروا اي نكهه تكون عندكم غير باش يقلع عنا هذيك رائحه تاع البيض، ونطلو لهم كاع الوجه تاعهم كما راكم تشوفوا. وهنا مباشرة ندخلها الى الفرن بعد ما نكون مسخناتها قبل، ويكون على درجة حرارة 180 200 درجة عفوا. وهم ولا هنا البريوش تاعنا بعد ما طاب، شوفوا راني نسرع لكم الفيديو غير باش ما يجيكمش طويل بزاف وتملوا مني. شوفوا هنا بعد ما خرجتهم غادي نطلي لهم الوجه تاعهم. انا درت لهم بالكونفيتير، شوفوا نتوما ديروا لهم بالناباج ولا اي حاجه تكون عندكم، انا هنا درت كونفيتير باش يجي هكا يجي يلمع. وها هو الشكل النهائي للبريوش تاعنا، ان شاء الله يكون عجبكم، و الى عجبكم ما تنساش تقولوا لي في لي كومونتير. انا ما عليا دروك غير نخليكم ونقول لكم قارعوني في فيديو جديده ان شاء الله، و الى عندكم اقتراحات شراكم باغي ندير لكم قولوا لي. ان شاء الله نلبي لكم كاع الطلبات تاعكم، وانا دروك نخليكم ونقول لكم مع السلامه.